عليكم. اسم ديالي حتوج مصعب من مدينة خميسات. بالنسبة لهاد الدورة ديال واحد الفورماسيون ديال المدربين كانت في واحد يعني طروازور، استفدنا منها يعني بزاف ديال الحوايج وبعض المؤطرين يعني وحضروا فيها شي عداء يعني انتر ناسيونال. هاد الفورماسيون لي حاليا استفدت منها انا يعني عرفت بزاف ديال الحوايج ما كنتش عارفهم، وكأنني باقي في الميدان كأتلت بروفيسيونال. يعني استفدت بزاف ديال الحوايج ديال بحال كيفاش تكون يعني الأتليت يعني الفئة الصغرى يعني من 10 سنين حتى 12 عام حتى 14 عام ليجون، والتظاهرة يعني كانت تظاهرة هذه يعني تنظمت في مدينة خميسات ودازت في أحسن الأجواء تحت إشراف جميع الملكية الألعاب القوى صورة سيز موزعين. سمح لي، هي صراحة شفنا يعني بزاف ديال العداء اللي حضروا حتى هي اللي حضروا في التظاهرة هادي يعني هاد العرس الرياضي، منهم ميونس عبير روش لي زاتليت كاع القدم لي كانوا كيجريو، المدربين تغزاوي عبد العلي تغزاوي سعيد بوشعرا رئيس ديال الاتحاد الجمهوري الفقيه. يعني المهم يعني كان واحد الأجواء رياضية وكانوا يعني تبادل الآراء الأفكار يعني كلشي داز في أمين الله ورعايته وكلشي مزيان. والشكر للمنظمين والمؤطرين اللي عطاونا وكانوا الأجواء في المستوى يعني من ناحية المبيت الأكل. يعني أنا ديجا حضرت واحد فورماسيون يعني في بنقرير، هذه أحسن فورماسيون دازت يعني دوزتها هي هذه، موفرة من جميع الحوايج